نحن سعداء اليوم بتواجد أمثلة حية من شبابنا، الله يبارك فيهم، اللي نعتبرهم نماذج رائعة وريادية واستثنائية ناجحة في مجال ريادة الأعمال. أيقنا أيضاً أن ما في شيء يصعب عليكم كشباب الإمارات، وهي نعمة من رب العالمين بأن يكون الإنسان صاحب همة وصاحب عزيمة، وعزيمة للوصول لأسمى الغايات، وهي خدمة الإنسان وخدمة وطننا الغالي.